على مستوى نظري. أيام ما كان لي نظر. تبدو هذه الأعمال والجمل الفكاهية للفنان الراحل سعيد صالح خالدة في ذاكرة الكثيرين من محبيه الذين أصابهم الحزن لفقده. فنان سعيد صالح أولا الله يرحمه فنان جميل وفنان ليه أفلام جميلة جدا ومسرحيات جميلة جدا. الناس كلها حافظة مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين وكلنا حبيناه من خلال المسرحيتين دول وتربينا عليهم من وإحنا صغيرين. من أقيم الفنانين وأحسن الفنانين في أداء أدواره في مسلسلاته وأفلامه. جوز شراب من الحلوين من أمات أستك منه فيه ده. أنا لبست الشراب من هنا والبنات اتهملت في البلد من هنا. أولى خطوات سعيد صالح نحو الشهرة كانت مسرحية هلو شلبي عام 1969، وقد شارك بعدها في مسرحية مدرسة المشاغبين عام 1973 والتي تعد من أشهر أعماله، وكذلك مسرحية العيال كبرت عام 1979. عربية الحمد لله، الحمد لله كل حاجة فيها سليمة الحمد لله، بس لوحدها أعتقد. يعني إيه لوحدها؟ يعني كل شيء مستقل بذاته. كان بيقول عنه حتى كاتبنا يوسف عوف ان سعيد صالح هو امل المسرح الكوميدي وانه هو هيتربع على عرشه، لكن طبعا ظروفه اللي حصلت له وتعرف الساحه بتبقى مليئه بنجوم الكوميديا هو اثبت وجوده، لكن هو لجأ الى المسرح السياسي وده يمكن اللي خلاه تراجع بعض الشيء من بعض الاعمال الكوميديه الصرفه. يعني خلال مسيرته الفنيه اشتهر سعيد صالح باعماله المسرحيه وخروجه عن النص واطلاق الافيهات السياسيه التي اعجبت جمهوره، لكنها تسببت في ازمات له مع السلطه. كان له إفيه شهير جدا قال إن أمي اتجوزت ثلاثة، الأول أكلنا المش والتاني علمنا الغش والتالت لا بيهش ولا بينش. هنا كانت القوة الحاكمة حست إن هو أهان الرؤساء في تم القبض عليه، ده اللي يقال يعني، وتم القبض عليه ودخل السجن بسبب إفيهاته. كان صالح قد حصل على ليسانس الأداب عام 1960 وقدمه الفنان حسن يوسف للمسرح، فكان غزير الإنتاج الفني حيث شارك في أكثر من 500 فيلم و300 مسرحية حتى أسدل الستار على حياته في 2 أغسطس عام 2014. هاشم مناع، اليوم على الحرة، القاهرة. مش هشوفك تاني. سلام صاحبي. السلام.